في رحلة محفوفة بالموت والمخاطر قضى عدد من المهاجرين غير الشرعيين في غرق قارب كان ينقلهم من مضيق البوسفور على البحر الأسود بالقرب من سواحل اسطنبول، وتم إنقاذ 7 أشخاص فيما بقي آخرون في عداد المفقودين. أغلب المهاجرين يحملون الجنسية الأفغانية وكانوا في طريقهم إلى رومانيا بحثاً عن حياة أفضل في إحدى دول الاتحاد الأوروبي بعيداً عن الحروب والموت والفقر. 40 شخصاً استقلوا المركب من اسطنبول على بحر مرمرة وعبروا مضيق البوسفور صعوداً حتى البحر الأسود، حيث جنح القارب لسبب مجهول قبالة شواطئ بلدة روميلي في نيري وغرقوا. على متن القارب كان من بين المهاجرين 12 طفلاً و7 نساء. تركيا التي تمتد بين آسيا وأوروبا تعتبر من الطرق المهمة للهجرة غير الشرعية من آسيا وأفريقيا إلى أوروبا عبر البحر الأسود أو البحر الأبيض المتوسط. الهجرة في البحار صارت كارثة تضيف إلى الخراب والموت في مناطق الحروب والفقر والتوتر، موتاً إلى الموت. في الطريق إلى أوروبا في البحر المتوسط تم إنقاذ 150,000 مهاجر خلال السنة الماضية من قبل خفر السواحل الإيطالية، بينما قضى أكثر من 3,300 مهاجر حسب تقديرات وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. إيطاليا أعلنت وقف عمليات الإنقاذ التي أطلقتها من العام الماضي والمسمى ميرنوسترام والتي تعني بحرنا، كي لا تشجع المبادرة المهاجرين لركوب البحر والمخاطرة بحياتهم، في حين تسعى الكثير من البلدان التي تقع على الطرف الجنوبي من المتوسط لاعتقال المهاجرين بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية. وفي ظل التوتر المتزايد في مناطق الصراع يبدو أن المهربين سيراكمون المزيد من الأموال من الجثث الطافية على وجه البحر.